بلانتو نقيسو ويقولوا على انه جيني بقايت فيها بسرعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحيح. يا مرحبا. سيد المحاسب انت ما شاء الله اليوم انيق. هذا تبارك الله اللبس انيقه تبارك الله. الحمد لله. امالك يا مالك حاسب شيء؟ شخصيته وجعني شوي مقعوره. بعرف. لا ما شاء الله ما اصغر منها فضل سيد المدير. والله اقبضها شوي انت كيف شفت غير نروح نقراها وركز لها بحبه من الريقان اخسرها حتى اذا كان يعني هي لا اثر عليها هذه الكور في المدير غصرا نهارك والله اللي تقول الله خير انا عيطت لها في الله دورك يخليك لي تعاوني وعود عارف على مني قالتني الفضه والفضه كيف تعرف اهل الدار يدوروه والقياد والطماع والناس اللي اصلا احنا كنا نرفعوا لها الغايه وانت تعرف عن الظروف ورك ما تلا حد يقدر قاعد حد حاجه. حد بعد كيف تلحنا فيه اللي الامور تغيرت عن حالته اللي كان فيه وخرص لي اللي طول عمره وظاهر لي مولانا على انك وجهك من اول بدلت ساعدني في انك تلوذ لي الوبيات بالعجله باي طريقه سوى صيبته وغير ما هو شهود عند الوزر ولا هو شيء قد يوصل له. سيد المدير كيف تعرف الرقابه على التمثيل؟ نعرف وهذا ما يصح يكون في حاله واحده. ما دخلني رايي العدل كوماند للاهداف اطلاقا ولا شيء اورديناترات قد ما تشرين منهم عدل من كوماند وتشرين ما هي ورقه انت طول عمرك دماغك مفكر قد تفكر بشيء هذا ما هو شيء يوجد فيه اورديناتر والاذان وشي كان يطلع وشي مكركب لا يبدا الوضع هذا مفتشين يبطلوا للذرة قلت لك على انه لا تقول انه المفتش انه ميكروسكوب سيد المدير ماني عارف وسيله واحده قدنا عدلها هي تستفاد من هذا الموضوع مستحيل ما عندك اي فكره مو عارف على انه اللي ينقالوا الاثاث واللي ينقالوا شي مكركب هذا محلوف نهائيا به اللي هو افتهم في النوع اللي حاول كان نشرو كلينكس على الحديد قديش بعد ايش كلينكس الى 20 منها كاع 10 جرومات الواحدة ب 20 ما راكي تحصل منها ازمة تلف لا قيمة ما خلينا نشرو كلينكس لا قيمة نقدروا نشرو غير لا قيمة فكرني بشي ثاني مع كلينكس رد تراهلي خالقة مسألة واحدة شنو قلت تعدل ولا عرفت انا كيف تقتنع به قولها انت قولها بالعجلة نعقم الشارع بجفت نشرو كمية من جفت ونعقم به الشارع نكتبوا ان عقمنا به الشارع زين فكرة زين دير لنا جفت جفت بنفس سيد المدير لا قرب من المبلغ اللي تدور انا عندي فكرة عندي ميديا ثانية فكرة مدير شوف معي وانا يقول بعد قد صح وما يقول لي فيها قد الخالي قايل انا على بناء على هذا الفتنة حصل لي هذا انه ينقم ورا قاشي بعش انه الوتا هاو وتاك نحن اللي في الابقاء حاني كراع وذاك شوفار نحن هو وذاك المجنون الثالث معاه اكبر الوتات وتم يمشي بهم ويناقحهم كل وتا يكر بها الاخرى ان يبعش يرد الا هو يجيبها انه هو يوقف وتات كاملي وخرص يخليك لي ليش لاهي الراوح ليهم على كامل اصلاح مع جبل وكلام شوف لي مع هاو الامور المبلغ هذا يبقى فارق شوي ظل ان شاء الله نفكر فيه ان شاء الله ونمتهم بروايه اخرى ان شاء الله والله تكتب لي والله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مبدا اسيد يا مرحبا ما رايتم مودو مني ما شاء الله ايه ما ندمش لد اي بيت في ما هي عارفه سلطان تاني ولا وين؟ خلاص هكا بلا ما نهون كاتوكو جنبي كاتوكو اللي هي بوخا اللي كان الروكا سلطان تاني ما يجن مالي 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 انا عندي انا كاتوكو جنبي محمد محمد تخيل من الوقت نبت جيبه مو 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 ج
من ودي لاسي من محمد جوني قصر من هاروين قصر من ودي أنا بيتش وانا قصر من نجا وانا قصر من هار وانا قصر شكرا لني قصر يعني وانا قصر وانا قصر مقامنا وانا قصر وانا قصر من قصر من هارا 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 وانا قصر كاليسي كاليسي قصر من ودي ياه إني نقصر قصر من ودي 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 نقصر قصر من مبورو كسيه نقصر قصر من قصر كذاب من هني أكثر الدنيا وديتهم ونقار يقتل يا الله أني الله يقتل يبتل رجاء ترنسي والله محمد جهي قال فنسى أنا سأحبني زي العندي طير تطول عمرك نختارك لا توقف وتسامحني هون ما هون ما تيتم قد نطيح حد شيء أسوأ هو شو ها؟ ما شفت غير ما عندي شيء ما جيت شو قدر لا زين او كان وشوف ما نقد نضيف هي واحده دي كنترول ديتا ها كنترول توجور كنترول يصير سوبر انا كاميرات فردوني انجريو جورنا امي توسا ارانج ما كلك اساس سبب وسيد ما تلحد اللي تضيف هي بعد والله الا زين عندي اللي انا هو اللي وداتك المولان ليسا سيكي الله وداتك المولان ميرسي على هنا لا لا هنا أجرى إلى مرة أخرى إن شاء الله أجرى إن شاء الله يقول يا إذا دي يوم اللي مرت مني يا أخوة أنا دفعتهم اللي هي الدور فوق الغيب زاد كيف يا رمال لكن من الشريف السلام عليكم وعليكم السلام تأجرت أنت من أين كنت يا أخي تدعم بالدار دار مني هون أيوة شطرة هذا طالع عندك ذاتي أكل شيفه شنو هو اللي هو؟ لا شيء فيه من عندك بين الصعوبات من اليوم أنا ولا لو كنت محاسب نتخم ونزق منه الأفكار ولا أبقى نوع من فكرة يعني نبقى راس وسطرة به التفكير ومشى من عندي بعد ذاك اللي ده يحصل عليه دور إن شاء الله ويتعدل ويجيك إن شاء الله وراه محبات معه وهكذا المهم ده خاطر يتفاصل دور إن شاء الله ولا ذاك اللي قديش مرة دور يزول لا بعد ما أبقلنش الحمد لله والله ما رديت عليك اليوم الا فضحت فضيحه كبرها مولانا ما فعلت عليك الاخر خالق فنان كبير من القرقر اصلا يجي ويجيني صاحبي قط رديت قط جاني مطيته 200,000 والله 100,000 جاني اليوم وكان يظل وخليت صغلي دندن لي فما رديت عليك ولا عندي شيء اعطيه مشى عني بسيكين وعاد الله يقول للدركتور بسيكين ما رش قلت له تم ماشي عني رديت علي ولا عليك ارى والك شمتي والله اللي قط جاني ورديته ابدا يجيني مبرقل ويعرف باللي منين يشتغل ويجيني دائما ما رديت علي ولا علي ابد ما رديت لا تقرا العزه ان شاء الله الاقباط هو الحقيقي ما هو فريد ما تقرا العزه يدور ما في شيء لان انت الدجباسي هون الله نعم بس طارق الباب نعم صار بك تعرف من الحال نعم اليوم ما جاب شيء غير بعد ظهر اليوم دا واحد بيت غير اجيب المهم بعد عندكم انتم دارك باشي اذن لك دا يجيكم من البيت يطلع الحال عاد صعب ناكل الحال كيف تعرفوا دام دست كيس شوي دام التلفونات العيال تقول علينا احنا نطوقة صح مالو يا امي ناكل كيف تعرفين مفتشين عاد وقاعدين معاه بالمكتب ساكنين معاه ما يقدر يتحرك يتنفس ما واحد منه تحت منافس معنى من الماثل الحال تعرف القريب والبلا والدبت وفترة يقال بعد ذاك دي قد يعد الزرع لا يعد رسول وما قاعدين وما مسلمهم قاعدين او ان شاء الله هاي المشكلة عاد ما رح بس